سولف لكم على رانيا. انا رانيا حمزه، صغيره اهلها، المدلعه المدلله، عمري 19 سنه. طلباتها اوامر، خرابها عمار. اخذت لقب ملكه جمال البصره وجنوب العراق كله. حاليا قاعده اشتغل بالاعلام، ناشطه اجتماعيه ايضا، تدعم هواي ناس، اطفال السرطان تشوفهم، العوائل المحتاجه، حتى احنا العيله الشاركه، الاصدقاء الشاركوا، كل الناس الشاركوا مع رانيا. اول ما قدمت على الاستماره مال مس عراق، اول شخص عرف اخواتي وخالتي، بعدين الخبر انتقل لوالدتي، وبعدين بالاخير خبرنا والدي وقال انه اوكي مو مشكله عادي. بغض النظر عن التعليقات الجارحه والكلام المحلو اللي صار، اهتماماتي وهواياتي انه انا دائما رانيا من كانت صغيره ما تخلى من الاكشن. هواياتي الاهتمام باخر اخبار الموضه وفاشن والازياء والميك اب. انا مو موديل، اكو فرق بين انه انا اكون موديل واكو فرق بين انه انا اختار لنفسي وبين انه الناس تختار لي. الحيوانات وتربية الحيوانات ماخذة من حياتي حيز كبس كبير. مهتمة بالحيوانات من صغري، حاليا عندي 3 كلاب، فلفل وجوجو وزوزي. هذا وكافي، خلصنا.